في مستهل الجلسة تحدث رئيس الحكومة فقال: شهدت الفترة الماضية أحداثاً عديدة، أهمها مؤتمر القمة العربية الذي عقد في البحرين والذي عبر عن اهتمام الجميع بلبنان، كما أن إعلان البحرين أكد الثوابت اللبنانية التي نتمسك بها، وفي الاجتماعات الثنائية التي عقدناها لمسنا الحرص على لبنان ودعمه. وقال الرئيس: تنعقد جلستنا اليوم بعد يوم من تمثيل معالي وزير الخارجية لبنان في المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل، وقدم لبنان للمرة الأولى عرضاً لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، وهذه الخطة تبنتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات التي أصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة. أضاف الرئيس: في خلال المحادثات أكد وزير الخارجية الذي كنت على تواصل دائم معه طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية وإيجاد مناطق آمنة للبدء بالعودة، وأجرى اتصالات مع الوزراء العرب الذين تستضيف بلادهم نازحين سوريين وهم الأردن والعراق ومصر وسوريا، وتم الاتفاق على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري ودعم التعافي المبكر في سوريا. وخلال المؤتمر أكد لبنان ضرورة أن يكون الدعم والمساعدات لتشجيع السوريين على العودة إلى بلاده، وقال دولته: لقد قدم معالي الوزير خلال المؤتمر خطاباً واضحاً عبر فيه عن استمرار لبنان في التعاون لا التصادم مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وبالفعل فقد حصل توافق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على كل النقاط التي طرحها لبنان، ومن أبرزها تسليم كل المعطيات التي في حوزة المفوضية فيما يتعلق بالنازحين السوريين. وفي هذا الإطار لابد من أن أنوه بالموقف الذي أعلنته قبرص من ضمن 8 دول أوروبية بوجود مناطق آمنة في أجزاء من سوريا والسماح بعودة النازحين إليها. أضاف دولة الرئيس: بالنسبة إلى واقعنا السياسي في لبنان، فنحن أمام أغلبيات وأقليات سياسية لديها ثوابت ورؤى مختلفة، ولكن المستغرب هو غياب صوت الأكثريات الصامتة والمستقيلة من دورها. نحن لا نريد أن نختصر أحداً ولا أن نغيب أحداً، بل إننا ندعو إلى سماع أصوات كل وطني مخلص، لأننا نتكامل مع بعضنا ونغتني بتنوعاتنا رغم كل المواقف الاعتراضية التي يقوم بها بعض القوى السياسية، فإننا نتفهم ذلك ونتطلع إليه من منظار ديمقراطي والحق بإبداء الرأي. ودائما نؤكد أن الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية واكتمال عقد المؤسسات الدستورية. التوظيف السياسي للأزمات يجب أن لا يتحول إلى نزاعات، مع تقديرنا للنقد الإيجابي والتقويم الهادف إلى بناء الجسور بين المكونات اللبنانية. وقال دولته: يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان موقع المزيد من الشهداء والجرحى، آخرهم أمس أمام مستشفى بنت جبيل. إننا ندين هذا الاعتداء الجبان وكل الأعمال التي يقوم بها الاحتلال، والتي لن تثني أهل الجنوب عن التشبث بأرضهم، خصوصاً وأننا قبل أيام قليلة أحيينا ذكرى التحرير من الاحتلال الإسرائيلي للجنوب. وهنا نوجه التحية لكل من ساهم في هذا الإنجاز الوطني التاريخي. أما الوضع الأمني في الداخل فيبعث على الارتياح، ولابد في هذا الصدد التنويه من الجهد الكبير الذي يقوم به الجيش والقوى الأمنية لضبط الوضع وكشف الشبكات التخريبية أو التي تسيء إلى الأخلاق العامة عبر التواصل الاجتماعي. وقال دولة الرئيس: لقد أجريت خلال الأيام الماضية اتصالين برئيسي وزراء إسبانيا والنرويج، والخميس سيكون هناك اتصال مع رئيس وزراء إيرلندا لشكرهم على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. وفي خلال الاتصال مع رئيس وزراء إسبانيا أكد ضرورة السعي فوراً لعقد مؤتمر سلام وتأكيد حل الدولتين والعودة إلى الأسس التي تحددت في مؤتمر مدريد.
وهذا الأمر يعطي دفعاً قوياً لحق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة. أضاف دولة الرئيس أن القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية برئاسة القاضي نواف السلام وأمرت فيه إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح فوراً أو أي أعمال أخرى يشكل خطوة متقدمة على صعيد ردع العدو الإسرائيلي ومنعه من مواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني. وننوه في هذا الإطار بشجاعة المحكمة ورئيسها وبالقرار الذي يشكل سابقة مهمة في فتح العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تنفذها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. وأكرر ما قيل في هذا الإطار إن على المجتمع الدولي أن يقرر إذا كان يريد العدالة أو إسرائيل. وقال دولة رئيس شهدنا الأسبوع الفائت إطلاق احتفالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية 2024، وكانت مشهدية عربية رائعة ومقدرة من لبنان عموماً وطرابلس والشمال بالأخص. فشكراً لجهود معالي الوزير محمد المرتضى على ما قدمه لطرابلس ولبنان، وباسم الحكومة نشكر مكتب وزراء الثقافة العرب على اعتمادهم لبنان عاصمة للثقافة العربية. وإن شاء الله سنواصل أنشطة هذه السنة بتعاون كل الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية، وندعوها إلى أن تعتبر طرابلس متحفاً حياً للأنشطة الثقافية والاجتماعية والتراثية. وكان الحدث في المعرض الذي يحمل اسم الرئيس الشهيد رشيد كرامي، ويجب العمل على الاستفادة من المعرض بصورة الفضلة التي يتيحها موقعه وهندسته ووظيفته. ومن دواعي فرحنا أن المعرض أدرج مؤخراً على قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، وهذا يلقي علينا بلا ريب مقداراً عظيماً من المسؤولية للحفاظ أولاً على إرث حامل اسم هذا المعرض، وثانياً على هذا المعلم المعماري الفريد واستعماله من ضمن الضوابط الفنية والقانونية المعتمدة لتحقيق الوظيفة الوطنية التي بني لأجله. ثم باشر المجلس دراسة جدول أعماله فأقر معظم البنود أبرزها شكرا طويل البيت. اطلع المجلس شكرا ليندا. اطلع المجلس على تقرير واردة من الوزارات بشأن موضوع النازحين، كما اطلع على كلمة معالي وزير الخارجية في اجتماع بروكسل أمس. وقد أكد دولة الرئيس أن موضوع النزوح السوري في لبنان هو من المواضيع التي يجمع عليها اللبنانيون برؤية واحدة في سبيل إنقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه. وقد تجلى ذلك في التوصيات التي أقرها المجلس النيابي الكريم وأحالها إلى الحكومة على أن يصار إلى تشكيل لجنة برئاسة دولة نائب الرئيس للتواصل مع الحكومة السورية، وعضوية بعض الوزراء ستقررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. وأكد المجلس أن المساعدات الأوروبية للبنان ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية وهي غير مرتبطة بأي شرط. التنويه بالاحتفالية التي جرت في طرابلس بإعلانها عاصمة للثقافة العربية، ووجه مجلس الوزراء الشكر إلى معالي وزير الثقافة على جهوده لإنجاح هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، وحث الوزراء جميعاً على التعاون معه. طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان ومسودة الدراسة التقييمية. طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع مرسوم بشروط تحديد استبقاء الضباط والرتباء والأفراد الاختصاصيين في الخدمة الفعلية وفقاً لمضمون مادة 91 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990. طلب المديرية العامة لأمن الدولة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء صندوق احتياط للمساعدة في تغطية فروقات نفقات طبابة واستشفاء عناصر
وضباط المديرية العامة لأمن الدولة، كما وأي حاجة ملحة أخرى يقررها مجلس القيادة. طلب مجلس الجنوب الموافق على تأمين اعتماد بقيمة 93,600 مليار ليرة لبنانية لدفع المساعدات لذوي الشهداء وللنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بعد 17/2023. طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافق على مشروع مرسوم يرمي إلى تعليق العمل بإجراء الامتحان الموحد لتلامذة الصف الأساسي التاسع المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم 15153 تاريخ 5/4/2024. كما أقر مجلس الوزراء أيضا سحب رخصة مدرسة منور هاوس. هذا كل شيء بالإضافة إلى الكثير من البنود الأخرى التي كانت مدرجة ووافق عليها مجلس الوزراء، ويعطيكم العافية. رخصة المدرسة انسحبت بناء لطلب الوزارة لأنه عم ماشيين مدرسة بلا رخصة. لا لا لا، ما لها علاقة، هذه عملية نظامية ما لها علاقة. لا هو والسؤال الثاني بما يتعلق بالضباط، تلاميذ الضباط اللي عم يتظاهروا خارج السراي، هول شو مصيرهم؟ الموضوع التلاميذ الضباط لم يطرح بمجلس بالجلسة، موضوع كلمة وزير الخارجية تم التداول فيها واطلعنا عليها نحن. وزير الخارجية يمكن بعد ما اجى بعده ببروكسل. إيه بس هذا لا يعيق عمل الحكومة حتى ولو ما بيحضر، لأنه عم بيحضروا جميع الوزراء اللي ما عم بيجوا على الجلسات، عم بيحضروا باللجان الوزارية وفي دائم اتصال معه. ما صار سجال، صار نقاش حيوي حول موضوع معقد اللي بتعرفي، موضوع السوري، موضوع النزوع، موضوع التقارير اللي عم تجي من الوزارات، ونحن بالتربية ودينا كمان تقرير حول العبء اللي عم تتحمله الوزارة نتيجة تعليم أكثر من 200,000 تلميذ سوري في المدرسة الرسمية. يعني كل وزارة عندها ناحية معينة عم نحاول نحن، ولكن هذا الملف كبير والحكومة بلشت تاخد إجراءات. في تنفيذ لخطة الحكومة بالتصنيف اللي عم بيصير، بده تبلش القوافل ترجع، وفي كتير من الأعداد رح تبلش ترجع بالتفاهم مع الكل، مع احترام حقوق الإنسان وكل المعايير الدولية. شو هو؟ ما حكينا بهالأشياء اليوم. أنا خليني أحكي في نطاق هذه الجلسة شو صار. من حكى؟ من ذكر موضوع البحر؟ لا، لأنه في جلسة لمجلس الوزراء قريبة سيطرح هذا الموضوع وتشكيل اللجنة. نحكى فيها مبدئيا اليوم من مين ممكن تكون؟ ما قلنا برئاسة دولة نائب الرئيس. أعضاء. من يرغب من الوزراء؟ صحيح. إنه يحضروا جلسات، يبدو إنه هذا موقف مبدئي عندهم بعد ما انحل. بصراحة من حق. طيب شكرا، يعطيكم العافية.